ناقشة أبرز التطورات على الساحة الدولية تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا مرام حمسي. صباح الخير مرام. أهلا إسماعيل، صباح النور. مرام، موسكو تعلن تدمير 12 مركزا للتحكم بالمسيرات في أوكرانيا، ما آخر التطورات الميدانية هناك؟ نعم، يعني هذا ما أعلن عنه قائد القوات القتالية الغربية في الروسية إيفان بيرما، الذي قال بأن القوات الروسية استطاعت تدمير 12 مركزا للتحكم بالطائرات المسيرة، كما قامت بقصف مواقع أوكرانية تقع بين شرقي كوبيانسك وغرب مقاطعة لوغانسك. طبعا هذا المحور الذي تحاول القوات الروسية التقدم فيه وصولا إلى كوبيانسك والسيطرة عليها. أيضا من خلال تصريحاته قال بأن القوات الروسية استطاعت تدمير 7 طائرات مسيرة للاستطلاع كانت قرب مقاطعة دونيتسك، كما قامت بصد هجومين للقوات الأوكرانية عبر اللواء الثالث الأوكراني، وكبد اللواء خسائر كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية. وكذلك قال بأنه تم قصف نظامين لإطلاق صواريخ جراد إضافة إلى 5 قذائف هاون. هذه التصريحات طبعا تزامنت إسماعيل مع إعلان وزارة الدفاع الروسية عن قصفها عدد من المطارات العسكرية الأوكرانية التي من الممكن أن تستقبل الطائرات الغربية ومن ضمنها طائرات F-16. إذن هنا تحاول القوات الروسية التركيز على نقاط الضعف التي تعاني منها في الحرب الأوكرانية من خلال إغلاق كافة المراكز التي تتحكم بالطائرات المسيرة والتي تشكل أزمة كبيرة بالنسبة للقوات الروسية، إضافة إلى تدمير كل ما يتعلق بإيصال الإمدادات العسكرية الغربية إلى أوكرانيا، ومن ضمنها طبعا نتحدث عن المطارات الغربية. لكن بالمقابل أيضا القوات الأوكرانية أعلنت عن إسقاط 23 طائرة مسيرة وخمسة من أصل 6 صواريخ أطلقتها، صواريخ كروز أطلقتها القوات الروسية على عدد من المناطق، 9 أهداف تم إصابتها في منطقة خيميلينسكي. أيضا أعلن حاكم مقاطعة ميكلايف فيتالي كيم عن إسقاط أيضا 3 صواريخ و6 طائرات مسيرة في المقاطعة، إضافة إلى طائرتين في خيرسون وطائرة واحدة مسيرة في دنيبروبيتروفسك. إذن الهجمات متبادلة والقوات الروسية تحاول أن تحقق أي تقدم على الجبهة، سواء على الخطوط الشرقية وصولا إلى كوبيانسك وأيضا عند مقاطعة دونيتسك للسيطرة الكاملة على محور دنباس بالكامل. تفضل إسماعيل. مرام، إلى موضوع آخر أيضا له علاقة بأوكرانيا. الرئيس الأوكراني يوقع اتفاقية أمنية مع الاتحاد الأوروبي، هل هناك من معلومات حول هذه الاتفاقية؟ نعم، يعني هذه الاتفاقية وقعت بالفعل في اجتماع بروكسل يوم أمس بين قادة الاتحاد الأوروبي وبحضور الرئيس فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني. ومن البنود هذه الاتفاقية تضمنت أولا العمل على دعم أوكرانيا على المدى الطويل، وهذا طبعا ما أخذ الكثير من الوقت للمشاورات بين دول أو أعضاء دول الاتحاد الأوروبي 27، إضافة إلى تطوير وتعزيز التعاون في صناعات الدفاع بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. أيضا ما أضيف على هذا، على هذه الاتفاقية أو أعطى هذه الاتفاقية أهمية، هو بند التشاورات بين الدول الأعضاء في الاتحاد وأوكرانيا، وذلك في حال قيام روسيا بشن أي هجوم آخر على أوكرانيا بعد هذا الهجوم طبعا كما تسميه دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أنه في حال استخدام الأسلحة النووية من قبل الجانب الروسي فيجب عقد اجتماعات طارئة عقد اجتماعات طارئة خلال 24 ساعة للتشاور ولإمكانية الرد على أي تهديد
نووي قد يأتي من الجانب الروسي. طبعا هذه الاتفاقية ركزت أكثر شيء على موضوع النووي، كون أن التهديدات من قبل السلطات الروسية تتصاعد في هذا المجال. وآخرها أو أكثر ما ركز عليه هذا الاجتماع إسماعيل هو تصريح ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، الذي قال قبل أشهر في بداية العام في فبراير تحديدا، قال بأن كل من لندن وواشنطن وكييف وبرلين هي عواصم تاريخية لها قيمتها التاريخية، ولكنها أصبحت تحت أهداف الثالوث النووي الروسي. طبعا هنا يقصد الثالوث البحري والبري والجوي، وهي باتت تحت هذه العواصم باتت تحت الأهداف النووية الروسية. وهذا الأمر الذي جعل من الاتحاد الأوروبي يفكر في تعزيز التعاون والصناعات الدفاعية في أوكرانيا، أيضا وضع خطة التشاورات بين الجانبين على أهبة الاستعداد في حال بالفعل نفذت روسيا هذه التهديدات النووية المتكررة. وبالتالي هذه الاتفاقية قد وقعت بالفعل على غرار ما تم توقيعه مع اتفاقية الولايات المتحدة الممتدة لعشرة سنوات، وبالتالي أوكرانيا تحاول أن تحصن نفسها وأن تقوم بتعزيز دفاعاتها على المدى الطويل. وإن دل على شيء فهذا يدل على طول أمد الصراع الروسي الأوكراني. تفضل إسماعيل. مرام، أيضا إلى موضوع آخر، إلى العلاقات بين أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان. هناك تعاهد استراتيجي بين هذه البلاد لتعزيز الأمن والاقتصاد، ماذا تحدثين عن ذلك؟ نعم، يعني وقعت هذه الاتفاقية أو التعاهد الأمني بين هذه الدول الثلاث في قبل يومين، وذلك في اجتماع في واشنطن جمع وزراء الاقتصاد للدول الثلاث. وتم التأكيد على أن هذه الاتفاقية تضمن في البداية تعاونات في مجال أمن الذكاء الاصطناعي، ضوابط التصدير، الطاقة النظيفة، إضافة إلى سلاسل توريد أشباه الموصلات. وطبعا من خلال التصريحات، كان هناك تصريح بارز لوزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، التي أكدت أنه يجب مضاعفة الجهود، كون أن هذه الدول الثلاث تمتلك خبرة في التصنيع والتكنولوجيا والخدمات والابتكار، وبالتالي هذا التعاون يعمل على تحقيق الأمن الاقتصادي العالمي وليس فقط أمن الدول الثلاثة. وهذا أيضا ما أكده البيان المشترك لكل من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة. في البيان كان هناك حديث عن أعطاء الأولوية لتعزيز سلاسل التوريد، ومن ضمنها طبعا أشباه الموصلات والمعادن المهمة التي تدخل في قطاعات مهمة. طبعا ربما هنا التركيز على موضوع سلاسل التوريد بخطة ربما موضوعة من البلدان الثلاث لمحاربة الهيمنة الصينية، وخاصة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح قبل أشهر بأنه سيقوم بوضع رسوم جمركية أو فرض رسوم جمركية على المعادن الصينية، وذلك لتخفيف الهيمنة الصينية. وهذا ما تعهدت به واشنطن منذ أشهر، بهدف محاربة الاقتصاد الصيني الذي بات يهيمن عالميا على هذه المناطق تحديدا. وبالتالي اليوم واشنطن ربما تبحث عن بدائل مع كوريا الجنوبية وأيضا اليابان، والتعاون في هذا المجال قد يخفف من أهمية سلاسل التوريد الصينية على تلك المناطق، إضافة إلى منطقتي المحيط الهادئ والهندي. وبالتالي السيطرة الأمريكية على سلاسل التوريد التجارية بالتعاون مع حول هذه الاتفاقية أو بضمن هذه الاتفاقية والتعاهد الأمني الموقع بين الدول الثلاث. تفضل إسماعيل. من موسكو مراسلتنا مرام حمسي جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات.